مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي تناولتوا مع الأستاذ علي زيان في الجلسة اليوم ديال تهامي بناني، مجموعة من المستجدات جديدة في الموضوع، انطلاقا من تدخل السيد الرئيس اللي أعطى رسائل قوية على الملف. يجب على جميع الأطراف المساهمة لتنوير العدالة أكثر، كما يعطي الأحقية لأي دفاع يطالب بوثائق الملف. السيد الرئيس كيعطي الأمر ديالو أنه راه الإشارة لمساعدة السادة المحامون حتى يكون الترافع والدفاع لكل طرف بطريقة ممنهجة وتنوير العدالة أكثر، لأنه الأساس في الأخير السيد الرئيس والهيئة هم أصحاب القرار وهم اللي غادي يصدروا الحكم. مشاهدينا الكرام، الأم حياة تبعت الجلسة اليوم، الدفعات الشكلية ديال الدفاع للمعتقلين، كيفاش شافت الأطوار وما هي الملاحظات اللي عند أم حياة؟ أم حياة، شفتي الأطوار اليوم ديال الجلسة، كيفاش شفتي الأم؟ السلام عليكم. الأمور كانت مزيانة في الحقيقة اليوم، اليوم ما بديت نحس بالروح كاينة ديال المحاكمة في القضية، وخا فيها بعض الاستفزازات وبعض المسائل، المهم ماشية مزيان، بدات تتحرك، بديت كنحس بالروح في القضية ماشية. الحمد لله. رسائل قوية من السيد الرئيس. نعم. أعطى رسائل قوية أنه وراه الإشارة النزاهة. الأيام كما قالوا الجلسات غتبين مجموعة من الأمور في الملف، سوف يستدعي كل من له صلة، وأي وثيقة طلبتوها الهيئة راه الإشارة، يعني سعة الصدر للسيد الرئيس من علامات أنه العدالة غادي تكون إن شاء الله بواحد المستوى راقي لنوصلوا للهدف، من هو الجاني ومن هو الضحية. نعم. كيفاش شفتي الأمور؟ بالنسبة للهيئة الجديدة ولا بالخصوص السيد الرئيس، حقيقة طمأني وعطاني واحد الأمل في محاكمة عادلة، لأن ما قال عيب مهرب من حق، قال لك أنا أعطوني ما أنا بين يديا، غادي يكون بين يديا واحد الملف وغادي يكون بين يديا واحد المعطيات عليها نخدم، أنا ما غاديش نمشي نقلب عليها من جهة أخرى، عنده الحق. إذن هنا كيتجلى على أن كل واحد فينا طرفين غادي يستامت باش يحط الهيئه كل ما هو مفيد لصالح القضيه. حنا بغض النظر نقولوا ظالم ولا مظلوم ولا اكباش فداء ولا وداك الشيء كله ما عندنا ما نديروا به. السيد الرئيس كيقول لك عطوني ما يفيد وعطوني داك الشيء اللي غادي يكون بين يديا وبغي نحكم، اذا ما قلعب مهرب من حق. نعم. هنا كاين واحد الاشكال كيتطرح، هو الاستاذه زينب تقدمت قدام السيد الرئيس تطالب بواحد اعتقد محضر فيه مرفقات، وداك المحضر كاين ولكن المرفقات اللي فيه لواحد التحقيق ديال الدرك ما كاينش. السيد الرئيس توعطكم واحد الجواب، قال لك ممكن تقدموا نتوما بالطلب او ملتمس، وهو غيعطي الامر مع ويعطي القرار ديالو الامر للنيابه العامه وكتابه الضبط باش توصلوا لهذ الوثائق. هاد الوثيقه اللي كتقلبوا عليها استاذه لتنوي الرأي العام، واش هي كاينه ولا ما كايناش في هذا التحقيق؟ هذا كاين ولا ما كاينش؟ هو بالنسبه باش الرأي العام توا يفهم، هاد 98، هاد رقم 98، الدفاع ديال الطرف الاخر تيقول لك هاد الملف، هاد المحضر كاين. نعم اسيدي كاين، ما قلنا عيب، ولكن ما كاينش كامل، ما كاينش كله. حنا كنطالبوا بهذيك التحقيقات ديال 98 تعطى كلها بالمرفقات اللي فيها، لان كل ملف ملي كيكون في لا بروميير باج كيكون مرفقات، هذيك المرفقات خصها حتى وحده ما تكون فيها استثناء. شنو اللي خاصه استاذه في المرفقات؟ خاصه تحريات دارت، شي مسائل دارت نهار يتصاب التهامي الله يرحمه، دارت وما كايناش، ولكن انا عارفها وكاينه عندي. واخا تقدر تقول لنا استاذه شنو هي التحريات؟ ما غنعطيش كل شيء، انما نعطي واحد شيء بسيط. مثلا قالوا بلي مولات النعناع، السيده مولات النعناع، انها هي اللي قالت للحارس بلي راه السيد راه صابو جوته مغطيه بالاغصان الى اخره. هذيك السيده استمعوا ليها، والغريبه في الامر انها ما عندهاش لاكارت ناسيونال، والسيده اجي بحالي.
يعني السيدة يعني توفرت على واحد توفرت على شي مصالح زعما إدارية، كيفاش هاد السيدة غتكون ما عندهاش لاكارت ناسيونال وما عندهاش رقم البطاقة؟ هذا كيثير الشكوك. حنا خدينا واحد المبدا اللي سحبوه لنا من الملف واللي ما هضرولناش عليه، وانا حيت انا ما تنساش واخا تجي انت ولا المحاميه ولا سيد الاخر ولا اللي كان، انا عشت المراحل ديال التهامي وعرفت شي خبايا كبيره اللي كنت كنتسنى غير الوقت اللي غادي نقولها. اذن انا اللي حاسه وانا اللي عارفه شنو داز. اذن هاد السيده هادي ملي تصنتوا ليها وكانت تحت الحراسة النظرية، كيفاش ما عندهاش لاكارت؟ هذا سؤال كيطرح نفسه. وكيفاش السيدة اللي معاها اللي قالت لك تا هي عندها الخبر بالتهامي صابتو، كيفاش هذيك السيدة ما استدعاتش؟ الو حنا كنعرفوا كل ما له علاقة من قريب أو من بعيد بالقضية ديال التهامي، يكون شكون ما بغى يكون عالي ولا يكون داني، خاصو يحضر. حنا شنو الغرض عندنا من هادشي كامل؟ هو كيف قبيلة عطات واحد المثال، عندنا واحد 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 الإشكالية مخبلة. تخيلوا دابا شي شعر مخبل من الفوق، لا بغيتي تسرحو واش غتبداه من الفوق؟ غادي تصيب عقبات، غادي تهبط للتحتاني. ها الشعر طويل غتهبط للتحتاني سنتيمتر بسنتيمتر، وانت طالع كتسرح 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 حتى كتوصل للقمة. اما باش حنا نجيو نبقاو نسدو البيبان ونبداو من الفوق، لا سيدي، بداو لنا من 2007 وعطاو لنا التحقيقات ديال 98 كامله بالمجريات اللي كانت فيها وبالتحقيقات اللي كانت فيها وبالتحريات اللي دارت الدارات الملكي وبكل شيء اللي هو تحت الامراه ديال السيد وكيل الملك. اذا هذا الشيء حنا اللي كنطلبوا، ما قلنا لكمش ما هما تيقولوا راه كاين، ها هو دا عندنا اييه عندكم، لكن ماشي هو كامل. غير هاد مولات النعناع والساده، شنو كاين اخر في هذاك التحقيقات؟ الجود تاعنا لا اسمح لي، كاين شي حوايج اخرى غادي يجي وقتها، بحال اللي قبيله قلت راه ما كاينش كل شيء كنحطوه دابا، فهمتين؟ كاين حوايج اخرى هاد مولات النعناع هضرنا عليها كرقم اول، ان شاء الله غادي نزيدوا حاجه اخرى، فهمتيني؟ نعم. الاستاذه هي عندها صفه ملاحظه كتكتب ليك استاذه كتبع معك، تفضلي. ماشي نقولها انا، ماشي مشكل. ماشي مشكل، انا لا اخاف من احد، اللي عطى الله نقوله. ولدي اون جو سالينا، ولدي مشى، بقاي انا غنفكر في راسي. لا نعم. وعلاش استدعينا سي يوسف الاطراف كلها داخله في داك التخبيله اللي مخبله؟ لازم غادي نعيطوا على الاب، لان الاب ولا الاب الاخر ولا ديال القاصي ولا اسماء ارقامهم مدرجه في الخبره ديال الفرقه الوطنيه. احنا ملي كنقولوا شي حاجه كنثقوا بها وتنامنوا بها تنقولوا كاينه، ولا بغينا نحيدوها كنحيدوها. لا، الخبره ديال الهواتف فيها الارقام ديال 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 الاب ديال المشتبه او المتهم، وفيها ديال القاصر الاب القاصر. هذوك اللي حضروا، شنو فين هو المانع؟ فين هو المشكل اللي حضروا؟ شنو المشكل؟ انسان بريء ما عنده ما دير والو، ما عنده والو، ما فكرش عجينه، يحضر ويقول. علاش دابا الدفاع هو اللي كيمتنع باش حنا نحضروا؟ لا سيدي، حنا غادي نحضروا كل شيء، ما دمتوا كتخبلوها لنا من الفوق، حنا بدينا من التحت. هنا استاذه كتبت لك ما بعد 11 الليل. ما بعد 11 الليل هو بيت القصيد، هو الكمالة ديال هو داخل في داك التحقيقات ديال 98، لأن السيد قاضي التحقيق راه على حسب ما قالت لي الأستاذة، قالت لك راه ما عطاوش لا مان باش يهضر على 2000 من على يهضر على 11 الليل الفوق. حنا هاد النقطة بغيناها، إذن فيها لبس. شكون اللي غادي يعطي السيد قاضي التحقيق له الصلاحية فيما يخول له المشرع في القانون للبحث عن تفاصيل الملف؟ وهذا ما يسمى بالاستنطاق التفصيلي كما لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. السيد قاضي التحقيق له الحق أنه يعاين وينتقل لعين المكان ويبحث بجميع الطرق للهدف الأسمى في الآخر، ويوضع واحد التقرير للقضاء الجالس اللي غيصدر الحكم. هذا كيبقى حق السيد قاضي التحقيق. وفهمت السطة، اللي قادر يحكم على دفاع ديال تهامي بناني يسكتوا يقول له ما يهضرش، قادر يسكت كيكونك، اللي قادر
يسكت استاذه يقول لها ما تدويش في قضيه التهم ابناني، قادر يدير 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 البصمه ديالو في الملف باش يقول قول او ما تقولش. شوف مي كنقول لكم مساله فيها ريوس كبار ما كنقولهاش من فراغ، ريوس كبار كاينين، وهاد الريوس كبار انا ما عندي بهم لا ما كيهمونيش كوم هاد الريوس كبار، انا كتهمني حقيقه ولدي. يعني غادي نبدا من هنا وانا ماشيه، جاو فيها الريوس الكبار مرحبا، جاو فيها الريوس الصغار مرحبا، جاو فيها الناس في القمه مرحبا، جاو الناس في القاعده مرحبا، انا اللي كيهمني هو ما كيهمنيش شكون جاي في الطريق، هو كيفاش نقلب على الحقيقه ديال التهامي نوصل ليها. نعم. السؤال الاخير اللي عندي معك هو هاد التحقيقات استاذه كتشوف فيها انها قوه في الملف فيها حقائق؟ التحقيقات اللي تكلمتي عليها ديال المحضر ديال 98 اللي هي مشرف قلتوا نتوما انه في المرفقات ولكن اساس ديال التحقيقات ما كايناش ما لقيتوهاش. والسيد الرئيس كان عنده جواب صراحه مقنع، قال لكم تقدموا بملتمس وانا غنقدموا للنيابه العامه انه نشوفوا هذه الوثائق، الا كاينه قال لك غادي نجيبوا هذه الوثائق. حنا بغينا في 2007 في النهار اللي صابوا التهامي بغينا ديك التحقيقات اللي دارت داك المعاينه، ياك جات معاينه ياك جات الى الدرك الملكي جا ودار المعاينه ديالو ودار كل شيء، بغيناها كلها من الالف التاليه. بما اننا ما شفناش القرص وبما اننا هذاك المرفقات ما كايناش كامله، اذا حنا لازم غادي نبقاو نقلبوا على هذيك التحقيقات الاولى اللي دارت اللي دار الدرك الملكي تحت الامارات ديال الوكيل الملك. نعم. الجلسة إن شاء الله أعتقد 27/1 إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك، الله يوفقك أستاذة، تنتمنى لك التوفيق في المسار ديالك. شكرا لك مشاهدينا الكرام، نتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع بشكل مختصر. اليوم أطوار ديال الجلسة، السيد الرئيس عنده تفاعل قوي، تفضلي أستاذة أنت الأولى. غير بالنسبة للصفة، لأن بون هي قانونيا تيقول لك الصفة ما عنديش، أنا سؤال واحد جابوني عليه سؤال شعباوي، انا مرا ماشي ديال القانون يا سيدي، 16 عام هادي قل شهرين او 3 شهور، وانا كنمشي ونجي للمحاكم وبسميتي وبلاكارت ناسيونال ديالي وكيتم الاستماع ديالي واستنطاق هذا والى اخره والقيوميه نايضه، نجي حتى لواحد بيت القصيد ونقولوا لا ما عندهاش شي صفه، انا شرحوا لي شي ما فهمتوش. هادو كيقولوا الدفاع ديال المعتقل. نعم انا كندوي على الدفاع، زعما كيفاش يفسر ليا الدفاع نيت يفسر ليا كيفاش انا ما عنديش صفه. سيدي ما عنديش صفه انا ما غاديش نهضر، هما موهونا قالوا لنا قضيه 440 باش حنا تمينا ماشيين نجيبوا التمويت، مشينا عند وكيل عند السيد المحافظ، ما مشيناش حنا كنا جالسين في دارنا او حلمنا ونضنا كنجريو عنده، لا مشينا بمعطيات، عندنا ملف جثة 440 او قبر بلوتو 440، مشينا له راه في الرحمه راه كذا وكذا وكذا، مشينا عند المحافظ على النيه والعهد كنسولوا على هذا باش ناخذوا التمويت حق، قال لك سيدي ما عنديش الصفه بغينا نجيبوا هذه الصفه، فاذا به صبنا ثغرات هي فيه، اذا حنا الباب اللي دقينا عليها كنصيبوا فيها ان باش نقول لكم مسائل تسرح من التحت ما تسرحش من الفوق. بداونا من 2007 وكفى بالله وكيلا، 2007 داك الليله اللي وقع فيها التهامي اشنو وقع من الساعه اللي زهقت روحو سوا في المحمديه سوا خارج المحمديه ما تيهمناش، من الساعه اللي زهقت روحو حتى الساعه اللي تم سوا ديزون، المهم حتى الاخير. شكرا لك استاذه، مرحبا مشاهدينا الكرام، اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع. الجلسات بدات في ملف التهامي بناني، غادي نشرح بطريقه مبسطه. السيد الرئيس اعطى رسائل قويه انه على استعداد بطريقه ممنهجه وذكيه وما يخول له القانون للبحث بدقه في هذا الملف في جميع المراحل ديال التقاضي ديالو. هو السيد الرئيس على استعداد لهذ الامور، وفي نفس الوقت كيعطي الحق لجميع الاطراف سواء الدفاع ديال الحق المدني او الدفاع للمعتقلين اذا توفر لهم اي معطى في الموضوع فهو راه الاشاره. سعه الصدر ديالو مشكور عليها، وهذا هو اساس تحقيق العداله صراحه. مشاهدينا الكرام، اليوم الدفوعات الشكليه ديال الساده المحامون ديال المعتقلين فيما بعد غادي يكون في الجلسه المقبله الى كملوا طبيعه الحل دفاع ديال المعتقلين الدفوعات الشكليه. لما نقول دفوعات شكليه وهي للتوضيح اكثر بعض التناقضات التي كانت في الملف في الاول، فيما بعد غادي يكون بطبيعه الحال
الدفاع ديال الحق المدني اللي هي استاذ زين بخيار وكذلك استاذ علي زيان تاهما يكون عندهم حق التعقيب وعندهم تاهما بطبيعه الحال تقدموا دفعات الشكليه وكذلك السيد الوكيل العام للتعقيب على الدفعات الشكليه اللي كتخص الدفاع ديال المعتقلين. ثم فيما بعد غادي يكون الموضوع وهو المناقشة اللي غادي تناقش فيها الموضوع من جميع الجوانب ديالو. السيد الرئيس كان صريحا وقال عنوان في الموضوع: القاضي ممكن أن يصيب وممكن أن يخطأ، على أساس إذا تمكن من المساعدة ديال جميع الأطراف معاه في الموضوع، كل من له صلة فيما يخص الناس القانون بطبيعة الحال، ليوفروا له أدلة ومعطيات في ملف مما سوف يساهم في تحقيق عدالة بطريقة ممنهجة حتى لا يكون حكما في نقاش. مشاهدينا الكرام، الرئيس له من تجربة ما يكفي بشهادة مجموعة من السادة المحامون في مثل هذه الملفات، واخذ الملف محمل الجد، تنتمنوا له التوفيق. أساس ديالنا والدور ديالنا هو أن نوصلوا الرسالة بعمق النزاهة. مشاهدينا الكرام، هذه أمور طرحتها الأم حياة، الإطار القانوني أستاذ زيم أستاذ علي كيتقدموا بملتمسات للسيد الرئيس اللي كيطلبوا هذه الأمور، طلبوا عدد مهم من الشهود وطلبوا كذلك هذا التحقيق حتى هو. والسيد الرئيس لم يتوانى ولو لحظة أنه يعطي الأوامر ديالو من توصل الملتمس للنيابة العامة من أجل البحث عن هذه الوثائق. كما يبقى الحق لكل من له صلة بالملف، فالسيد الرئيس والهيئة الموقرة فاتح الباب من أجل الوصول لهدف أنه يدار النهاية لهذا الملف، من هو الجاني ومن هو الضحية. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات القضية. موعد الجلسة المقبلة 27/1. يبقى لنا الحق كذلك أننا ندرج نقاش آخر الفيديو المقبل مع أستاذ عبد الصمد حقوقي وهو المساند القوي الحق المدني مع الأم حياة، اللي نشوفوا إيش من زاوية كيفاش كيشوف هاد الجلسات اللي بدينا منها الآن، وكذلك المنهجية الذكية المعقولة المنطقية وسعة صدر السيد الرئيس لمواصلة البحث بدقة قبل الحكم من هو الجاني ومن هو الضحية.